طب انا دوست دلوقتي ستارت ريكورد. تم ايوه الموقع كده صح اشتغل يا تمام. دكتور. طيب لو حد شايف ان الريكوردينج وقف يقول لي. طيب عموما احنا ما يعني ما قلناش حاجه لسه، احنا بنقول الماده mainly computer networks وهنشوف تطبيقاتها في الاندستري. والكمبيوتر networks الناس بتوع networks بيقسموا وظائف النتورك الى طبقات layers. في بعض التصنيفات او في التصنيفات الاوليه كانوا 7 وثم اختصروها لخمسه في الانترنت ومسمياتها ابلكيشن وترانسبورت ونتورك وداتا لينك وفيزيكال. كل لاير من دول يحتوي مجموعة وظائف متشابهة أو يعني قريبة من بعضها، فتحطوها تحت مسمى أو تحت عنوان واحد. ثم في الآخر هنشوف تطبيقات الكمبيوتر نتوركس في مجال الاندستري، سمارت جريدز وكان باس. الطاقم المعيدين اللي معايا، يمكن احنا معانا هنا باشمهندسة يسرى، لكن باشمهندسة سوسن مش موجودة معانا، بس هيبقى مع باشمهندسة يسرى حد تاني لسه معرفش الفريق كله لسه يعني. الكتاب اللي شغالين منه كتاب كمبيوتر نيتوركينج اتوب داون ابروتش لواحد اسمه كروس ورس. وممكن نستعين ببعض الاجزاء البسيطه من كتاب لواحد تاني مشهور اسمه تانن باوم، كتاب كمبيوتر نيتوركس. لكن الكتاب الاولاني هو مين لي هيبقى معظم اعتمادنا عليه. في اللابس في المعمل هنشتغل على تطبيق اسمه واير شارك، بيتعامل مع النتوركس، بنحلل الداتا اللي رايحه وجايه في النتوركس ونبتدي نتعرف من خلاله على بعض الحاجات اللي احنا اوريدي بناخدها في المحاضره وهنشوف تطبيقها في اللاب. ده توزيع الدرجات، يعني هتأكد السنه دي ان نفس التوزيع هو مستقر ما اختلفش يعني، لكن ده كان توزيع الدرجات السنة اللي فاتت. وده نبتدي هنا شابتر 1 introduction. طبعا الكتاب بادي بأول شابتر بيتكلم introduction عن الكمبيوتر نتوركس. في الانترودكشن بيعرض فيها كل حاجة، يعني هو ما سابش حاجة من حاجات النتورك إلا وتكلم عنها. يعني هو من الاخر شابتر 1 ده اللي يقراه ياخد معلومات سطحيه او معلومات اوليه عن كل ما له علاقه بالكمبيوتر نتوركس بدون الدخول في التفاصيل. فلو واحد عايز بس كده يتعرف، واحد ملوش دعوه بالمجال خالص وعايز يعرف ايه الماده دي او ايه المجال ده عباره عن ايه، يقرا شابتر 1. بدءا من شابتر 2 هيبتدي يفصل كل جزئيه من جزئيات النتورك. فهو احنا زي ما قلنا النتورك نفسها مقسمينها الى لايرز طبقات، فكل شابتر يتناول تقريبا كل شابتر يتناول طبقه. يعني شابتر 2 يتناول الابلكيشن لاير، ابتدى من اللاير المتعلقه بالابلكيشنز اللي انت بتتعامل معاها بشكل مباشر، ودي بيعتبرها التوب لاير اللي فوق. يعني هو مقسم اللايرز من فوق لتحت بشكل رأسي، فهو انت بتتعامل مع اللير بتاعت الابليكيشن، يبقى دي اللي انت شايفها، يبقى دي اللي فوق. ثم شابتر 3 الترانسبورت لير، دي لير تحتها انت ما بتتعاملش معاها بشكل مباشر، لكن هي بتقوم بوظيفه بوظائف مهمه. ثم النتورك لير اللي بعدها، وده شابتر 4 ممكن يكون حاططها على شابتر او شابترين مش فاكر، انما هو ماشي بالترتيب ده. بعديها الداتا لينك لاير، بعديها الفيزيكال لاير، ثم بعديها شويه شابترز بيتكلموا في موضوعات متفرقه ريليتد بالنتورك بصفه عامه. ده تقسيم الكتاب واحنا ماشيين مع الكتاب. عشان كده هو مسمي الكتاب كمبيوتر نتوركينج اتوب داون ابروتش. يبقى توب داون معنى كده ان هو بيتناول وظائف النتورك من اللاير الاعلى التوب مرورا باللي بعده ثم انتهاء بالاقل اللي هو الفيزيكال لير. الفيزيكال لير بيتعامل مع الوسائط الناقله،
ازاي بتنقل الداتا، ازاي بتنقل ال1 وال0 على الوسط. الوسط هنا قد يكون سلك من النحاس، قد يكون جلاس ازاز اللي هو الفايبر، قد يكون الهواء لو انا بنقل وايرلس. فكل وسط من دول له طبيعة خاصة به، وتحويل ال1 وال0 الى وسيلة مناسبة للوسط ده بقى شغل الفيزيكال لير. يبقى احنا بنبدا من شابتر 1 اللي هو اوريدي هيقول لنا كل الكلام ده بس بصوره ملخصه جدا، لان هو هدفه التعريف بس، يعني هدفه ان هو يقول لنا ايه اللي بيحصل في كل اللايرز بتاعت النتورك، ثم التفصيل في الشابترز اللي بعد كده. طيب هنا هو بيعرض لنا محتوى شابتر 1 وبيقول لنا الهدف من الشابتر ده. اتفضل. طب هو انا دلوقتي كواحد باور المفروض يطلع بيه من الماده دي عشان احس ان انا استفدت منها او ان انا طلعت منها فعلا بالكونتنت المطلوب، انها مش ماده ريليتد قوي للقسم بتاعي. احنا كنا ناقشنا الموضوع ده قبل الريكوردنج وقلنا انه مبدئيا دي ماده عليك. ثانيا انت راجل عايش في القرن الواحد والعشرين، الكلام ده بالنسبة لك يعني في جامعات أخرى الكلام ده بيزكس، الكلام ده ممكن أصلا يعني قريب ممكن ينزل لطلبة المدارس مش لطلبة الجامعة، فبالتالي الكلام ده ما بقاش يعني المادة. هتلاحظ اللي احنا بنقوله في المادة دي كتير كتير من الحاجات اللي انت هتسمعها في المادة دي انت تعاملت معها اوريدي، فبالتالي بغض النظر عن تخصصك ايه، بغض النظر انت اصلا دخلت هندسة ولا داخل مادة ولا داخل كلية تانية، انت الحاجات دي بتتعامل معاها، ومن باب اولى طالما بتتعامل معاها لابد انك تكون عندك معرفة بيها. تطبيقها بقى في مجال شغلك دي جزئية تانية، دي الجزئية اللي احنا هنحاول نقربك ليها شوية في الاخر. مش معنى كده انك لازم هتشتغل بيها، ممكن بعضكم ما يتعرضش للمجال ده، مش محدش قال ان كل حاجه هتدرسها لازم وحتما تقابلها في شغلك وتستخدمها، مش شرط، لكن يجوز في بعض منكم، مش يجوز، اكيد في بعض منكم هيشتغل في مجالات هيحتاج فيها معلومات في مجال النتوركس، وبالتالي هيرجع للكلام ده ومش هيكتفي بيه اطلاقا، بالعكس هتلاقي نفسك محتاج تقرا ما هو ازيد من ذلك. فهنا بنحط الاساس اللي اولا مش هيخسر، يعني انت كده كده كشخص بيتعامل مع الشبكات في حياته العاديه هيحتاج يعرف عنها معلومات. ثانيا قد تكون من الناس اللي هتتعامل مع ده بشكل خاص في شغلك، وبالتالي هيكون ده اساس تبني عليه، يعني انت مش هتكتفي بيه اطلاقا ومش كفايه، لكن هتبني عليه بعد كده وهتقرا حاجات هتحتاج انك انت ترجع للكلام ده تفتكره وتكمل عليه. تمام؟ لكن مش معنى كده ان كل حاجه بندرسها لابد وحتما ان انا هطلع الاقيها على طول موجوده في الشغل، ما حدش قال كده، يعني ما حدش، في حاجات الواحد ممكن ما يتعرضش ليها وممكن بعد ال 20 30 سنه يكتشف ان هو محتاج معلومات، بس طبعا المجال ده بيتغير بشكل بسرعه ومحدش عارف بعد 20 30 سنه هيكون يعني اصلا ايه اللي موجود وقتها، التكنولوجيا اللي موجوده ووسيله نقل البيانات والحاجات دي كلها ممكن تكون اتغيرت في الفتره دي، لكن على الاقل في خلال ال 10 سنين اللي جايين احنا الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي ده كتير منه هو نفسه اللي كان موجود من 20 30 سنه، يعني الجزئيه دي بالذات فيها حاجات ثوابت وفيها حاجات طبعا تقدمت وتطورت في خلال الفتره اللي فاتت، بس كتير من الحاجات دي اساسيات كلنا بنبني عليها بقالنا من ساعه ما ظهرت النتوركس. يعني نرجع تاني لشابتر 1، شابتر 1 هنا بيعرض الاهداف بتاعه، عايز يعرفنا ايه هي الانترنت. طبعا الانترنت هي مثال على النتورك، يعني هو هنا عايز يدرس النتورك. طيب يدرسها من انهي وجهه نظر؟ بما ان الكتاب مش لازم اللي يدرسه يكون متخصص في علوم الكمبيوتر، اذا هو عايز ينقي مثال يكون شايع، يكون اي واحد بيتعامل معاه، وليس هناك اكثر شيوعا من الانترنت، مفيش حد ما بيدخلش على الانترنت، فبالتالي هو بيضرب لك مثال على نتورك بالانترنت. كل ما يجي يتكلم على حاجه ليها علاقه بالنتورك هيقول لك
تطبيقها في الانترنت، وبالتالي انت كده كده بتستخدم الانترنت، فهتبقى ده هيقرب لك المثال والصورة اللي هو بيحاول يوصفها. احنا بنستخدم بروتوكولز، وبالتالي هو هيعرف لك ايه هو البروتوكول. تقسيم النتورك اللي هي الانترنت في الحالة دي عبارة عن اطراف edges وكور قلب. ماذا يوجد في الأطراف؟ hosts وaccess net وphysical media. ماذا يوجد في القلب؟ كل الكلام ده هو هيحاول يوضحه من الشابتر ده. ثم يتكلم على performance، إزاي نقيم أداء الشبكة، أقول على الشبكة دي حلوة ولا وحشة على أي أساس، إيه الحاجات اللي بنقيس بيها الأداء. فهنا ضرب مثال بالloss والdelay والthroughput. ثم يتكلم على السكيورتي، طبعا من الحاجات المهمة جدا، ما ينفعش أبني شبكة من غير ما أضمن إنها آمنة. آمنة من ناحية إيه؟ هيبتدي يقول لنا على بعض التحديات والصعوبات اللي بتقابل اللي بيصمم أو بيتعامل مع شبكة. بملخص عن البروتوكول لايرز اللي هو اللي احنا قلنا عليهم ابلكيشن، مرورا بالترانسبورت والنتورك والداتا لينك، ثم الفيزيكال، وفي الاخر يحط بقى الهيستوري اللي هو كان عاده بيتقال في الاول، بس هو هنا فضل انه ياجله للاخر. واحد يختم بيه شابتر 1، بيتكلم على بدايات ظهور النتورك اللي هي بعد كده بقت انترنت، ثم بقت موجوده في كل بيت دلوقتي. فيبدأ what is the internet. الانترنت كلمة مكونة من جزئين، انتر ونت. انتر يعني بينية، ونت اللي هي اختصار نتورك، فهي شبكات او ما يعني شبكات متداخلة. لو احنا حبينا نلاقي تعريب للكلمة، شبكات متداخلة، فبالتالي كلمة انتر بتطلق لما يكون في كذا انتيتي، كذا كيان، وانت بتعمل صلة ما بينهم. فاحنا عندنا كل كيان هو عبارة عن نتورك، وانت بتوصل ما بين نتورك اللي هي بقت انترنت. اذا هي مجموعة من النتوركس المتشابك، يعني نتورك اوف نتوركس، وعشان كده بيطلقوا عليها شبكة الشبكات اللي هي نتورك اوف نتوركس. فهي شبكة كبيرة تحتوي كل الشبكات الصغيرة اللي موجودة، كل الشبكات اللي موجودة في الكرة الأرضية اللي عايزة تنضم للشبكة الكبيرة. طبعا ممكن يكون في شبكات خاصة، يعني ممكن يكون عندي شبكة في البيت، شبكة في الجامعة، شبكة في الشركة، ومش عايز أدخلها على الإنترنت، أنا حر. بس عادة خلاص إحنا في زمن يعني لا غنى عن استخدام الإنترنت، ممكن يكون عندي شبكتي الخاصة لكن في نفس الوقت هي متوصلة بالإنترنت. بحاول أحميها، بحاول ما أخليش حاجة غريبة تدخل عليها. دي أمور كلها تتعلق بإزاي بأدير هذه الشبكة الخاصة. إنما إن أنا أفصلها على الإنترنت نهائي، ما بقاش الكلام ده موجود. كان ممكن من 20 سنة تلاقي النماذج دي، واحد عنده شبكة خاصة اللي جوه الشبكة الخاصة بس تشتغل بينها وبين بعض. ممكن يتعمل حتى دلوقتي لو انت عايز تعمله دلوقتي ممكن، بس زي ما بقول النموذج ده ما بقاش موجود. بقينا كلنا بندخل شبكتنا على الانترنت ونحاول نتحكم في ايه اللي بيدخل وايه اللي بيخرج. طيب هذه الشبكة تضم العديد من الانترنت تضم العديد من اشكال الشبكات المختلفة، فمنها ما هو شبكات سلكية، يعني متوصلة بسلوك، جهاز ديسكتوب أو لابتوب متوصل بالكابل إلى الراوتر زي الصورة اللي تحت، ومنها ما هو واي فاي زي ما موجود عند أي واحد في البيت دلوقتي، ومنها ما هو شبكات سيلير خلوية اللي هي شبكات الموبايل اللي بيتوصل ببرج المحمول. دي كلها أنواع مختلفة من الشبكات، ولكنهم في الآخر كلهم بيتوصلوا على الإنترنت. طيب هنا عندنا زي ما قلنا في الأول إنه
هو بيقسم الشبكة إلى أطراف وإلى قلب. الأطراف فيها الأجهزة، الأجهزة هنا مسميها الهوستس. هوست يعني مضيف، بيستضيف، بيستضيف بقى التطبيقات والبرامج اللي شغالة على الإنترنت أو على النتورك. فهنا كلمة هوست أو إند سيستم اللي هو الطرف الشبكة Network Applications. الأجهزة الهوست بتتوصل بالقلب عن طريق Communication Links، وصلات هدفها نقل البيانات. قد تكون فايبر، إزاز، قد تكون كبر، نحاس، قد تكون هواء، بينقل موجات الراديو اللي هي الموجات الكهرومغناطيسية، قد يكون ساتلايت. معدل النقل Transmission Rate بيطلق عليه عرفا الباند ويتس، وهنوضح كلمة باند ويتس فيما بعد يعني، لكنها كلمة شائعة. في قلب النتورك، أو خلينا نقول نقطة التقاء الأجهزة، لابد إنها تكون محطة تحويل. محطة التحويل دي لو هي بسيطة بنسميها سويتش، لو هي معقدة شوية وفيها إمكانيات أعلى بنسميها راوتر، وهنشوف برضو نتعرض للفروق اللي ما بينهم فيما بعد. بس مبدئيا كده مفيش جهاز بيتوصلوا ببعض بشكل مباشر. هو ممكن نوصل جهازين بشكل مباشر، ممكن، بس يعني دي حالة نادرة شوية. لكن أكتر من جهازين مش هينفع نوصلهم مع بعض بشكل مباشر، لازم من وجود حاجة في النص بتدير عملية التواصل. الحاجة اللي في النص دي، محطة التحويل دي، زي ما قلنا لو هي بسيطة بنسميها سويتش، لو هي فيها إمكانيات زيادة شوية بنسميها راوتر. فقلب أي شبكة لابد من وجود سويتشز وراوترز. عادة لو الشبكة بسيطة ومحدودة، حاجة زي الشبكة في البيت كده، أنا مش محتاج أكتر من سويتش. إنما أول ما بدخل على شبكات خارجية لازم هحتاج حاجة معقدة تبقى اللي هي بنسميها الراوتر. طبعا بما ان احنا شابتر 1 ومقدمه وبيتعامل مع ناس ما لهمش عندهمش خلفيه، هو مفترض كده طبعا، فهو هنا بادي هتلاقوا هنا بيشرح بشكل مبسط جدا، مش عايز حد يزهق يعني. انا عارف كلها عارفها، بس ده طبيعه بدايه اي ماده، مفترض ان ملهاش prerequisite يعني. هو مش مفترض ان انتوا ممكن تكونوا طلبه مدرسه مثلا، فبالتالي هو هنا بيتعامل مع ناس يا دوبك تعاملهم بسيط جدا مع النوع ده. فهو هنا هتلاقوا بيضرب امثله وبيقول حاجات بسيطه جدا، لكن فيما بعد الموضوع طبعا يعني هيدخل في مراحل اكثر تعقيدا يعني. فهنا بيقول لنا انه الشبكه الانترنت احنا عارفين كمعلومات عامه انها بتضم اجهزه كمبيوتر، لكن الحقيقه انها مش هتنتهي إلى ذلك فقط. الوضع الحالي إن إحنا بنحاول نخلي كل حاجة كمبيوترايزد، فإحنا أول بداية للإنترنت أو للشبكة عموما كانت أجهزة كمبيوتر، لكن القائمين على هذه الصناعة وهذه التكنولوجي شافوا إن إحنا محتاجين نخلي الإنترنت متوصل بيه كل حاجة. وفي مصطلح أكيد سمعتوه اسمه Internet of Things، اللي هو إن أنا عايز الإنترنت تبقى لكل شيء، everything. فبالتالي أنا مش هخليها بس أجهزة كمبيوتر، ده أنا عايز التلاجة والغسالة والعربية والتوستر وعدادات الكهرباء والتليفونات كل حاجة هتدخل على الإنترنت. وبالتالي هيبقى عندي كم رهيب من البيانات اللي بتتنقل عبر الشبكة، وهيبقى عندي كم متنوع من أشكال البيانات، يعني مش بس كم كبير، ده كمان مختلف، جاي من مصادر مختلفة. إزاي نتعامل مع ده كله؟ إزاي ندير المنظومة دي كلها؟ ده شيء مش سهل، محتاج
يعني محتاج تأسيس جامد. رجع تاني هنا يقول لنا الانترنت network of networks، شبكة الشبكات، interconnected ISPs، أول اختصار يظهر معانا. احنا هنتعرض في المادة دي لبعض الاختصارات، ولابد ان انتوا طبعا حاجات مشهورة، يعني متهيالي اكيد في منكم كتير يعرف ISP. حد يعرف ISP اختصار ايه؟ Internet Service Provider. برافو عليك، صح كده، Internet Service Provider، مقدم خدمة الإنترنت. فده أحد الاختصارات. هنتعرض بقى في السكة لمجموعة اختصارات، في بعضها اللي هتلاقوه شايع يعني سمعتوا عنه، وفي بعضها اللي ممكن يكون خاص أول مرة تسمعوه في المادة. محتاجين إن احنا نكتب الاختصارات دي بره، ونكتب كل اختصار يمثل إيه، عشان نبقى عارفين اللي بيتعامل مع المادة دي لابد يكون الاختصارات دي خلاص دي عاملة زي أسماء كده، ما ينفعش أتعامل مع الشبكة من غير ما أكون عارف مسميات الحاجات. فهنا بيعرف الإنترنت إنها مقدمين الخدمة متشابكين مع بعض. طب مين هم مقدمين الخدمة؟ عادة إحنا بنعرف مقدم الخدمة اللي هو اللي أنت كشخص مستخدم خدمة الإنترنت، تاخد منه الإنترنت نفسها. يعني في مصر هنا إحنا عندنا أربع شبكات مقدمين الخدمة، اللي هم الشركة الأصلية اللي هي شركة وي، وشركة فودافون، وشركة اتصالات، وشركة أورنج. دول أربعة مقدمين للخدمة. طبعا تحت الأربعة دول ممكن يكون في شركات تانية مقدمة للخدمة وسيطة، مش مقدمة يعني هي في الآخر ما بيننا وبين الشبكة الأصلية. علما يعني انه في مصر اصلا الشبكة الاصلية خالص هي شركة وي، يعني شركة مصرية للاتصالات اصلا، يعني هي اصلا اللي متحكمة في الانترنت في مصر كله، وهي اللي بتوزع على الشبكات اللي هو فودافون واورنج واتصالات ووي اللي هي بتاعتها يعني. فبالتالي احنا عندنا مصدر اساسي ورئيسي وواحد للانترنت، بس اللي بيدير الشبكات الناقلة للخدمة اربعة، وي وودافون واتصالات وأورنج، ثم ممكن يكون ما بين، ممكن يكون في حاجات وسيطة يعني، وإن كان النموذج ده ما شفتوش في مصر يعني، بس في بلاد تانية ممكن يكون في حاجات تانية وسيطة يعني. لكن المقدمين الخدمة هم اللي عندهم، اللي يملكوا الشبكة نفسها. طيب في طريقة نقل البيانات، احنا قلنا في عندنا الوسائط اللي بننقل عليها، ده بنشوف البيانات هتتحول شكلها يبقى عامل ازاي، هل هي ماشيه تيار كهربي، ولا ماشيه موجات كهرومغناطيسيه، ولا ماشيه ضوء. دي كلها وسائل فيزيكال لتحول البيانات، ولكن احنا هنا بنتكلم على محور تاني، محور البروتوكول، اللي هو انت بتنقل البيانات على اي اساس، ايه الحوار اللي بيتم، يعني اي اتنين واقفين يكلموا بعض هيدور ما بينهم حوار له، ولو هم ما اتفقوش على القواعد دي، بس هم من العرف ومن الخبرة هيلاقوا نفسهم بيتبعوا قواعد مشتركة. مثلا لما واحد بيتكلم التاني بيسكت، ما هو ما ينفعش الاتنين يكلموا في نفس الوقت وإلا تبقى خناقة، لكن عادة اتنين بيتكلموا واحد هيتكلم التاني بيسمع، ثم التاني يتكلم الأولاني يسمع، وهكذا. فمثلا دي قاعدة مش لازم نقولها مع بعض في بداية الكلام، لكن هي متعارف عليها. وبعدين كل كلمة بيقولها الأولاني قد تستوجب رد معين من التاني، يعني لو الأولاني بيقول للتاني السلام عليكم، غالبا التاني هيقول له عليكم السلام، مش هيقول له مثلا أنا كويس. ملهاش معنى إنك ترد رد مش مقابل للسؤال. فعادة كل سؤال له مجموعة ردود معروفة. طبعا احنا بنتكلم، احنا بنناظر الكلام ده بالبني ادمين، بس عند الكمبيوتر الموضوع اكثر تحديدا، احنا مش بنسيب الكمبيوتر يتكلم كمبيوتر تاني، هناك مجموعة من القواعد المحددة اللي بتعرف ايه الكلام اللي بيتقال، وامتى بيتقال، وازاي بيتقال. الكلام ده كله تحت كلمة بروتوكول.
هناك العديد من البروتوكولات المستخدمة لأن الحوارات مختلفة. في حوار في حالة نقل الداتا بطريقة TCP، وفي حوار تاني في حالة نقل الداتا بطريقة تانية اسمها UDP. في حوار علشان ننقل الداتا لعنوان معين، في حوار تاني علشان ننقل الداتا اللي هي على صورة HTML. الحوار ده اللي هو اسمه HTTP Hyper Text Transfer Protocol. في حوار لنقل الداتا اللي هي من النوع الفيديو اللي هي تبقى فيها، في حوار علشان ننقل الداتا على الواي فاي اللي هو الـ 802.11. هناك مجموعة من الحوارات المختلفة اللي هي البروتوكولات، كل واحدة مستخدمة في سياق مختلف. يعني هم مش بدائل لبعض، هم كل واحدة في سيناريو معين. طيب الكلام ده كله اتعمل ازاي؟ طبعا من بدايات الانترنت اول ما طلعت كانت في الاول اصلا شبكات خاصة، الكلام ده هتقروه في اخر الشابتر. ثم اصبحت بابليك، اصبحت شبكة عامة يدخل عليها كل الناس. ففي الفترة دي كانوا ابتدوا بدايات وضع القواعد دي. كانت في جهة وما زالت يعني هي المسؤولة عن تنظيم أمور الشبكة اللي هي الإنترنت، الجهة دي اللي هي الـ IETF Internet Engineering Task Force في أمريكا. كانت طبعا البداية من شارك الأطراف بقى المختلفة، في بقى في جهات تانية في أوروبا وفي شرق آسيا بتشارك في عملية التنظيم يعني، لكن الجهة الأساسية الرئيسية كانت اللي هي الـ IETF. كانت عشان تحط بروتوكول أو تنظم حاجة أو تغير حاجة كانت بتبعت إلى الباحثين والعاملين في المجال، تطلب منهم اقتراحاتهم وآرائهم ودراساتهم. فبتبعت request for comment، يعني أنا لو سمحتوا هاتولي التعليقات بتاعتكم، الفيدباك، ايه رأيكم في الموضوع ده، انتوا اللي شايفين الموضوع شغال ازاي. كل واحد بقى يعمل دراسات وابحاث والكلام ده وتجارب ونتائج ويبعتها، يبتدوا يجمعوا الكلام ده ويفلتروه ويبصوا فيه، وفي الاخر يطلعوا النتيجة ملخص كل الابحاث اللي في جزئية معينة، وبيسموها ساعتها RFC ويدوها رقم، لان هي يعني هي RFC ما زالت الكلمة موجودة بس بيحطوا جنبها رقم اللي هو يعبر عن الحاجة دي. ثم بعد واستخدمت بشكل واسع ممكن يغيروا الاسم لحاجه بقى زي التي سي بي والاي بي والاتش تي بي. كل الحاجات دي بدات في الاول ار اف سي ورقم، ثم غيروا اسمها لحاجه تبقى يعني اكثر سهوله في الاستخدام. What is the internet a service view؟ هنا مازال بيتكلم بشكل عام على الشبكة. اتفضل. معلش، هو الار اف سي ده عبارة عن ايه؟ ما فهمتوش. نداء لجميع الباحثين والمهتمين والعاملين بالمجال لوضع تصور لحل مشكلة معينة. احنا عايزين ننقل فيديوهات على الانترنت، لسه الانترنت ما بتنقلش فيديوهات واحنا عايزين ننقل فيديوهات، تقترحوا الموضوع ده يتعمل ازاي؟ شكل الفيديو ده لما يتنقل هيبقى عامل ازاي؟ كل واحد يحط تصور ويعمل تجارب ويطلع نتائج ويقدم الكلام ده في بحث كبير الى الجهة المنظمة، والجهة المنظمة تقعد تدرس بقى الابحاث دي وتاخد اراء الناس دي كلها في الاعتبار، وتطلع هي من عندها بقى النتيجة النهائية ان احنا يا جماعة لما نيجي ننقل فيديو هننقله بالشكل ده، 1 2 3 4 خطوات النقل، والكلام ده بيحمل مسمى RFC ورقم جنبه. ثم لما الموضوع ده يعني يستقر ويتنفذ ويبقى خلاص كده امر واقع، ممكن يغيروا الاسم الى حاجة من الحاجات المشهورة زي سكايبي، زي HTTP، زي IP، زي TCP. كل الحاجات دي كلها بدأت بـ RFC. فالـ RFC هو كان نداء للمشاركة ثم يصبح ستاندرد
يعني بيتحول إلى ستاندرد بعد نهاية التجارب والأبحاث. وصلت تمام، شكرا. وصلت تمام. طيب ما زال بيعرفنا على الانترنت، فليها كذا زاوية تعريف. فمن زاوية الكومبوننتس، الأجزاء المكونة ليها، فكان بيشرح لنا الأجهزة والقلب والوصلات الانتقال. لكن من زاوية تانية، من زاوية الخدمات المقدمة، أنت في الآخر بتقدم لك إيه الإنترنت؟ فالمفروض إنها وسيلة لنقل المعلومات اللي موجودة على صفحات أجهزة تانية، وسيلة للتواصل الصوتي اللي هو Voice over IP VOIP VoIP، بنختصره كده VoIP أو Voice over IP، وسيلة لنقل الإيميل رسائل، وسيلة للجيمز اللي هي بتشتغل على نتورك عايزين نلعب مع بعض، وسيلة للإي كوميرس التجارة الإلكترونية إلكترونيك كوميرس، فيسبوك وتويتر وإنستجرام وإلى آخره من الحاجات اللي بتظهر دلوقتي. فكل دي خدمات مقدمة عن طريق هذه الشبكة الكبيرة اللي بتضم كل الناس، بتضم ناس كثيرة حوالين العالم. إذن أنا في الآخر ممكن أكون بستخدم الشبكة من أجل الحصول على الخدمات دي. طيب الناس بقى اللي بيقدموا لك الخدمات دي، يعني ممكن في ناس ما لهمش علاقة بدراسة تفاصيل شغل الإنترنت نفسها، ولكن هدفهم يخلقوا أو يعملوا البرامج والتطبيقات اللي شغالة فوق. فالناس دي اللي هم سواء تحت مسمى النتورك بروجرامرز أو الويب بروجرامرز أو إلى آخره من المسميات، في الآخر دول مبرمجين بيكتبوا برامج، والبرامج دي هدفها أنها تشتغل على نتورك، نتورك اللي هي إنترنت تحديدا. وبالتالي الناس دي بتكتب بلغات، اللغات المعروفة يعني، ولكن بيستخدموا وهم بيكتبوا البرامج دي حاجات مساعدة. الحاجات المساعدة دي بنسميها، هو هنا مسميها Programming Interface، يعني في الآخر دي حاجات بتسهل عليك. يعني أنت عايز مثلا تكتب في البرنامج أنك لما تدوس على بوتن معين يبعت الداتا. طب يبعت الداتا إزاي بقى؟ هل هو لازم يكون فاهم كل التفاصيل اللي احنا عمالين نقولها، البروتوكولات والكلام ده؟ هو أكيد عارف طبعا بعض المعلومات، لكن التفاصيل مش لازم يكون فاهمها. في كده library هتسهل عليه ان هو ينادي الفانكشن اللي بتبعت. فبالتالي هو بيستخدم الحاجات المساعدة دي علشان يكتب البرنامج بتاعه، وبالتالي يوفر على نفسه كتير من التفاصيل اللي مش لازم يكون ده يعني عارف قوي كل اللي بيحصل فيها. طيب نقلنا هنا، يعني خلص جزئية واتز انترنت ونقلنا على واتز بروتوكول، واحنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده. وهيبتدي هنا برضو يدينا المثال بتاع ان اتنين بني أدمين بيكلموا بعض، وكل واحد يقول كلمة يقابلها رد من التاني. فمثلا الأولاني يقول What is the time؟ التاني المفروض يرد عليه بالوقت I have a question. فبالتالي كل كلمة ولها رد يناسب السؤال اللي اتسأل. فهو هنا بيوصف أو بيعرف البروتوكول إن هو الحوار اللي بيدور ما بين طرفين. طبعا بدل ما يكون الطرفين دول human، ممكن يكون الطرفين دول أجهزة، وطالما هي أجهزة فلازم يكون كل حاجة محددة. إحنا كهيومن كبني ربنا حطها فينا أعلى بكتير من إمكانيات الجهاز، وعندنا وسائل إدراك أعلى وأعقد بكتير، لكن الجهاز ده في الآخر آلة ما بيفكرش، فبالتالي لازم يمشي على حاجات محددة، كل حاجة بالنسبة له معرفة بشكل دقيق جدا. فبالتالي إحنا في البروتوكول بتاع الأجهزة لازم بنحدد شكل الرسالة المرسلة، الفورمات، ترتيب الرسائل، ايه اللي يتقال الاول وايه التاني وايه التالت، الاوردر. define format order of message send and receive among network entities and action taken on message transmission or reception، وايه اللي هيحصل في حالة استقبال او ارسال رسالة.
هنا ما زال بيضرب لنا المثل بتاع الاثنين humans بيكلموا بعض، وهنا المثل بتاع اثنين two machines بيكلموا بعض. الماشين الاولانيه بتبعت للماشين الثانيه تقول لها لو سمحت انا عايز اعمل كونكشن تي سي بي كونكشن ريكوست. الجهاز الثاني في حاله استقباله للرساله بشكل سليم هيرد يقول ماشي تي سي بي كونكشن ريسبونس، يوافق على اقامه اتصال. فالاولاني بعدها يروح باعت مثلا انا عايز الصفحه اللي عنوانها كذا، الثاني يبعت اللي فيه المعلومه المطلوبه. دكتور بعد اذنك اتفضل. واحنا المفروض في الجزء ده نبقى عارفين العناوين او نبقى عارفين بس الفهم الحاجات صح، مش مفروض ان احنا نبقى عارفين كل حاجه بس يعني بالتفاصيل اللي هي بتاعت المكتوبه بالظبط في السلايد زي الحفظ يعني، صح كده ولا انا فاهم غلط؟ ايه يعني ايه اللي انت شايف ان هو يعني انا مثلا شايف المفروض ابقى فاهم يعني ايه بروتوكول، عارف ايه مثلا، بس اكيد مش مفروض ابقى يعني اعرف مثلا تعريف بروتوكول، بس هل يعني هتسال في التعريفات دي كلها ولا ده بس حاجات ابقى فاهمها؟ تبقى فاهمه تمام، والامتحان هيبقى ام سي كيو، وبالتالي انت مش مطالب تسمع حاجه، لكن انت طالما انت فاهمها هتقدر تختار في الام سي كيو السؤال المطروح. شكرا جدا. هو هنا حاطط الهيستوري في الاول مع ان هو في المفروض كان في الاخر، فخلينا يعني هو هنا حاطط الهيستوري في الاخر لكن هنا معروض في البدايه، فمعلش هنا بقى ايه هسيب لكم انتوا الهيستوري تقروها. هو طبعا هنا بدا من الستينات، يعني لو قلنا كده سريعا انه الكمبيوتر نفسه ظهر في الأربعينات، كان البدايات الأولى يعني فواد، كان طبعا شكله مختلف خالص عن اللي احنا بنتعامل معاه دلوقتي، تطور إلى الشكل التقليدي اللي احنا بدأنا اللي هو أقرب حاجة للي احنا فيه دلوقتي كان في السبعينات. ده الكمبيوتر نفسه، لكن كشبكة الشبكة ممكن نقول إنها بدأت من الستينات وانطلقت زي ما قلنا كانت في الأول شبكة خاصة بوزارة الدفاع الأمريكية، ثم يعني بدأت تتوسع شوية داخل أمريكا، ثم أصبحت بابليك يعني أصبحت شبكة مش خاصة بنواحي عسكرية فقط، ولكنها حتى بقى المدنيين بيشاركوا فيها عادي وتستخدم في في السبعينات او نهايه الستينات anyway، يعني هي في الفتره دي نهايه الستينات او بدايه السبعينات، واللي هي وافقت في نفس الوقت ظهور الاجهزه اللي هي اقرب حاجه للي احنا شغالين عليه دلوقتي. اللي احنا شغالين عليه دلوقتي زي ما قلنا بدا تقريبا من بدايه السبعينات، اول ظهور لجهاز كمبيوتر مقارب اللي احنا شغالين عليه، ولكن طبعا كان اضعف بكتير يعني اقل امكانيات بشكل رهيب. يعني ابتداء من السبعينات حصل تطور بقى يعتبر كبير، وابتدت تدخل شركات تساهم في التكنولوجيز المختلفه، يعني مثلا الايثرنت اللي عملته شركه زيروكس سنه 76. ايثرنت هو وسيله نقل البيانات على الاسلاك، وتحديد يعني شكل السلك نفسه والبروتوكول المستخدم، كل ده في سنة 76 شركة زيركس. هنا طبعا أستاذي دكتور أيمن بهاء اللي أنا واخد منه السلايدز في لقاء مع أحد مؤسسين شبكة الإنترنت، دكتور أيمن بهاء طبعا دكتور في هندسة عين شمس. هنا تطورها في الثمانينات والتسعينات، خلاص بقى احنا هنا ابتدينا ندخل في استخدام الانترنت الشائع في الثمانينات، طبعا ما كانش لسه دخلت عندنا في مصر لكن كانت ابتدت تتوسع في
أماكن مختلفة. ظهر بقى إرسال الإيميل الـ FTP اللي هو الفايل ترانسفير بروتوكول، ابتدت يضاف إليها بروتوكولات مختلفة لتنظيم وتحسين أدائها. كانوا وصلوا في نهاية الثمانينات لمئة ألف مشترك. بداية التسعينات، ودي كانت البداية الانطلاقة الكبيرة واللي ابتدت تتوسع في العالم كله، وظهر ودخلت مصر في التسعينات في يمكن 91 92 أعتقد في الفترة دي. على ما أذكر برضو يمكن 93 كان ممكن واحد يدخل على الانترنت في بيته، يعني الناس في مصر كان ممكن من البيت تدخل على الانترنت في الراوند 93 أو 94. هي طبعا ابتدت في مصر الأول شبكة محدودة بيدخل عليها الجامعات، ثم الشركات الكبيرة، ثم ابتدت تدخل لأي واحد في البيت الراوند زي ما قلنا كده 93 94. مع نهاية التسعينات كانت خلاص يعني اللي بيشتري كمبيوتر كان يعني بشكل كبير جدا بيدخل بيه على الانترنت يعني. طبعا الفترة ما بعد اللي هي بداية الألفينات بقى انتوا أكيد شفتوها مع جيتوا بقى في نهاية العقد الأول، أو انتوا مواليد كام؟ انتوا مواليد بداية الألفينات صح؟ انتوا أكيد بقى عشتوا الفترة دي من صغركم يعني، التوسع الشديد جدا في الأجهزة وإمكانيات الأجهزة. الكمبيوتر نفسه كجهاز إمكانياته زادت، وبالتالي أصبح عليه برامج مختلفة الأنواع، وبتنقل وبتستقبل كم داتا كبير جدا ومتنوع، وبالتالي الشبكة من ناحيتها لازم تستحمل هذا الكم الكبير، فبالتالي الشبكة نفسها لازم تتطور وتناسب الكلام ده. أصبح في شركات عملاقة زي جوجل ومايكروسوفت، وفيما بعد ظهر فيسبوك، شبكات خاصة لوحدها كبيرة، يعني شبكة جوجل أو مايكروسوفت بس الشبكة الخاصة بتاعتهم لوحدها هي جزء كبير من الإنترنت، يعني هي شبكة منضمة لشبكة الإنترنت، ولكن هم في حد ذاتهم لو انفصلوا كده هم في حد ذاتهم يعملوا إنترنت صغير، فدول لهم وضعية خاصة داخل الإنترنت. هنا تطور عدد المستخدمين أو عدد الأجهزة اللي داخله هو مفترض انها عند سنة 2020 نهاية الخط. طبعا الكلام ده معمول قبل 2020، بس هو مفترض ان كان عند 2020 هيبقى فيه 50 بليون ديفايس. طبعا عدد سكان الكرة الارضية كلهم حوالي 7 بليون، فبالتالي هنا ده مش 50 بليون انسان، لا ده 50 بليون جهاز، لان كل انسان ممكن يمتلك 10 اجهزة او اكتر بيدخل على الانترنت. ده غير بقى زي ما قلنا ان هو مش هيكتفي بالاجهزة فقط، ده ممكن مش اجهزة الكمبيوتر يعني ممكن ندخل التلفزيون والتلاجة والغسالة والعربية، ندخل سنسورز، ندخل عدادات الكهرباء وعدادات المية وعدادات، فكل الحاجات دي كلها يعني ممكن تكون في البيت الواحد في 100 او 200 حاجة داخل على الانترنت، كل واحدة فيهم تصنف على انها جهاز لوحده. هنا رجع تاني من الجزئية بتاعت الهيستوري، وهيبتدي يدخل في شرح مكونات الانترنت. ناخد بس 5 دقايق بريك ونرجع تاني.